باب إثبات اليدين لله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله، ولفظ مسلم ورواية من البخاري يمين الله، ملأ لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده. وقال: عرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان، ولفظ مسلم ورواية للبخاري القبض يخفض ويرفع. سبحانه وتعالى لا يغيضها أي لا ينقصها، سحاء دائمة الصب بالعطاء، الميزان العدل بين الخلق.